من لما كنت صغيرة وأنا تعبانة كتير، يعني ايه التعب بتاعك؟ عم بحلم بحاجات مو كويسة. طيب حاجات زي مش كويسه زي ايه مثلا؟ ايه الاحلام اللي انت بتشوفيها؟ أحلام جنسية، طيب وايه كمان؟ ثعابين، كلاب، ناس بتدور عليا، يعني في أشياء. طيب وانت كم عمرك اساسا؟ الآن 28، مطلقه انت ولا متزوجه؟ متزوجة. طيب انت بعد الاحلام ديت يعني في مشاكل بينك وبين الزوج ولا حياتك كلها كويسه ما فيش اي مشاكل في حياتك؟ والله يا شيخ، أنا أصلا يعني لما بحكي لك ده، يعني وأنا صغيرة، عمري 10 سنوات هيك، اه وانت عمرك وكان في دايما إصبعي الأكبر تبع ساقي دايما في بيقرصني، يعني ولما بيقرصني بتصير لي حاجات مش كويسة، ببكي. تمام. وانت دلوقتي خلاص الحاجات دي كانت وانت عندك 10 سنين صح؟ ما هو الحاجات دي يعني تتبعني لهلا. طيب انت عرفت تقولي لي بقى تحددي لي ايه المشكلة اللي موجودة عندك هلا في جسمك، يعني عامة ايه التعب اللي موجود في جسدك؟ دايما مثل بلاقي زروقية في جسدي. كدمات زرقاء يعني. ايوه، طيب وغير الكدمات الزرقاء؟ دايما تعبانة، دايما بحس بفشل، برغم اني يعني عمري صغير. دايما بحس اني كأني ست عجوز، من كثر التعب، كثر الفشل، دايما بحس حالي مرضاني. تمام. طيب انت دلوقتي صلاة العشاء صلاتيش؟ انا السبب الاكثر، انا كم مرة اترقيت، بس ولا مرة يعني صار العلاج كويس. انا هلا اتصلت فيك لاني دايما بحلم باشياء، مثلا حاجات افاعي كبيره تهاجمني، وانا مثلا اقرا قران، احيانا وحش، احيانا شخص مثل الوحش يركض ورايا وانا اقرا القران واهرب. المهم اني في الاخر انتصر، وفي الاخر اقدر اخرج. انا من يومين رايت منام، طيب خلاص أشعر انت كل بالقط يعني. ماشي، كل القصة اللي عندك اتعرفت انك انت عندك شياطين متابعاك من وانت عندك 10 سنين صحيح؟ أيوة. وبناء على الشياطين ديت يعني سبحان الله حياتك يعني غير مستقيمة وحياتك غير هادية. اول حاجة مطلوب منك حاجة من اتنين، انك انت تحافظ على الصلوات المفروضة فوقتها. ثانيا تلتزم سامحني لك شيء، سامحني، ايه؟ أنا كنت ملتزمة بالصلاة وقراءة القرآن، ما شاء الله، يعني الصلوات دائما، صلوات الفرض والنوافل وقراءة القرآن والأذكار، أشياء لا يعني لا منازعة فيها، مستحيل يوم يعدي عليا ومن غير ذلك. لكن الآن ما عاد بقدر، يعني ماشي، احنا عايزين بقى نستعين بالله جل وعلا وان احنا نرجع للحاجات دي أنا مرة تانية. بحاول كتير، بحاول كتير، بس دايما بضعف، دايما، خاصة لما أصلي صلاة الفجر بتصير لي حاجات مو كويسة. هي بتصير لك حاجات مش كويسة لأن الشيطان بيحاربك، فالشيطان هو لازم ان هو يجعلك انك انت تتركي طريق ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي لازم ان هو يحاربك ويخلي لك ان يومك مش كويس. لكن ايه، انا ليه ما اقومش ان انا اصلي الفجر قبل ما الشمس تطلع واذكر ربنا سبحانه وتعالى، اسبح احمد اهلل اكبر اقول لا اله الا بعمل الله. هيك، بس بعدين بتصير لي ايوه حاجة مو كويسة، بعدين ايوه بتصير لي بعدين ايه؟ حاجة، بتصير لي حاجة مو كويسة، خاصة لما أقوم وأصلي الفجر. تمام. طيب اذا كل الحاجات اللي هي بتصير لك ديت ان شاء الله الرحمن مش هتتكرر عليك مره تانيه، لكن احنا طالبين حاجه واحده فقط لا غير انك انت تحافظ على الصلوات المفروضه. سمع الركن اللي انا هقراها عليك ديت، بس لازم انك انت تحافظ على الصلوات في وقتها. طيب طيب، إن قولي شاء بسم الله، الله. بسم الله. أعوذ بالله، غمض عينك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. تحس إن في حاجة بتتسحب من راسك وظهرك لرجلك اليسار الآن، صحيح؟ في حاسة حالي يعني حرارة مرتفعة مو مرتاحة طيب، أعوذ بالله من كتافي. تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الآن الألم اللي موجودة في ظهرك وفي رجلك اختفت، في برودة حصلت في جسمك، صحيح؟ سخونة طيب السخونة ديت هتتحول لبرودة الآن، برد جسمك الآن. أيوة. طيب إذن خلاص أنت كده كل الأشياء اللي عندك خرجت اهيت، فأنا عايزك إنك أنت تصلي الصلوات المفروضة في وقتها، خلاص؟ إن شاء الله. ولو حصل أي حاجة معاكي تقدر تتواصل معانا على المباشر في أي وقت. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. طيب يا شباب، المفروض إنك أنت تطلع معايا النهاردة، صحيح؟ فأنا بعتذر لك جدا، فممكن تطلع معانا بكرة إذا في مجال عشان تقولي النوشة الجديدة عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة بس، دقيقة من فضلك. اوكي، دخلت تطل معانا يا شباب. بسم الله. بس البس خمار.